أبنائي وبناتي الطلبة الطالبات في المرحلة الثانوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن برضو يونت 1 Narrators and Story عن The Text Reading Text. Reading Text زي ما هي معروفة About يحيى حقي، عن الكاتب المشهور يحيى حقي. طبعا في لو انت معاك اي ملخص هتلاقي القطع موجوده وفي كلمات مترجمه باللغه العربيه، عشان كده احنا مش هنضيع وقت وهنقعد نقرا الكلمات. انا عارفك هتقدر تقرا الكلمات دي وتفهمها وتحفظها. احنا زي ما تعودنا هنركز على حاجتين. اول حاجه هنركز عنها الاكسبريشن اند ايديومز، قلنا المصطلحات والتعبيرات. ايه المصطلحات والتعبيرات الموجودة في القطعة؟ لأن هي دي زي ما قلنا موضع أسئلة الامتحان بتاعنا. أول تعبير أو أول مصطلح اسمه A Respected Position. Respected Position يعني مكانة محترمة، اسمها مكانة محترمة. Number two As well as. As well as دي معناها بالإضافة إلى، وحنشرحها إن شاء الله في الجرامر إنه As well as بيجي وراها noun أو فعل في ING. Number three, give experience. Give experience معنى يعطي خبرات أو يعطيه خبرات أو give him experience. إن هذا العمل ده ماله give him experience، أعطاه أو زوده ب experience خبرات. Number four, in a new way. In a new way معنى بطريقة جديدة، بطريقة جديدة. Number five, be made into. حرف الجر into و be، يعني الجملة دي لازم تبقى passive. يقول is made into أو was made into، إيه معناها؟ يتحول إلى، يتحول إلى، مثلا يقول made into a film، الموضوع ده يتحول إلى film، أصبح film. إذا made into يتحول إلى. Be thought of as. Be but verb to be thought of as معناها ينظر إليه ك، يقول يحيى حقي ده ينظر إليه ككاتب كبير، as Arab writer ككاتب في العرب، يعني مستوى اللغة العرب كله. يقول be thought of as معناه ينظر إليه ك، يعتبر بمعنى يعتبر. Number seven believer in. احنا خايدين الفعل believe اللي هو يعتقد أو يؤمن. Believer هنا noun يقول معناه مؤمن به، معناه طبعا يقول I am believer in God، أنا مؤمن بالله. I am believer in. Okay. يأتي وراها noun. Number eight, develop new medicines. Develop new medicine معناه يطور أدوية جديدة. يعني في كل يوم في أدوية جديدة تستخرج. اسمها develop. بالفعل معها develop new medicine. Number nine, establish him as. Establish him معناه يرسخه أو يوطد. هذا العمل ده يرسخه، يعني يدله مكانة. Establish him as a writer. طيب expert. Expert ده معناه خبير. ايه حرف الجر معها؟ expert in او expert on. الاثنين صح. Expert يعني خبير في او expert on. Number 11 make available. Make available يعني يجعله متاح. هذا الشيء يصبح متاح. So make available يكون متاح. آخر كلمة the power of education. The power of education معنى قوة التعليم. Okay. Now don't get confused. زي ما احنا متعودين ان في كلمات طبعا هنحاول نعرف الفرق بينها، لان برضه دي من ضمن اسئلة الامتحان تجيبها على هيئة تشوز. Graduate in. Graduate from. Graduate as. ايه الفرق بينها؟ Number one, graduate in ده معناه يتخرج في، يتخرج في يعني يتخصص في بمعنى أصح. For example ما أقول هي graduate in law يعني هو تخرج من القانون، يعني هو درس القانون. يبقى بعد منها بيجي ده فرع من فروع المعرفة. Okay, graduate in. أما لو قلنا هي graduated from Cairo University معناه تخرج من. يعني بيجي وراها اسم جامعة، الجامعة أو الكلية. He graduated from Cairo University، يعني تخرج من جامعة القاهرة. أما graduate as ده معناه يتخرج ك،
يأتي وراها جوب وظيفة. أقول he graduated as a lawyer. As a lawyer. وتخرج as a lawyer كمحامي. عرفنا الفرق بينه. طيب number two. Diplomat and politician. Diplomat و diplomatian. كلمة diplomat اللي هو الشخص الدبلوماسي. إنسان دبلوماسي. هذا الشخص ده بيمثل هيئة أو بيمثل دولة. إنسان بيطلع في الخارج بيمثل بيبقى مندوب عن الدولة بتاعته أو عن الشركة بتاعته. ده الإنسان بيبقى عمله سياسي أساسا دبلومات. أقول مثلا Arab diplomats يعني دبلوماسيين العرب كلهم are meeting in Cairo بيجتمعوا في القاهرة. يبقى كل واحد بينوب عن بلده وكل واحد بيمثل دولته وهكذا. أما كلمة politician, politician ده معناه سياسي. إنسان مختص في السياسة، إنسان بيشتغل في السياسة زي مين؟ زي أعضاء مجلس البرلمان أو مجلس الشعب. أقول مثلا My uncle is a leading politician. My uncle is a leading politician. يعني عمي ده يعتبر إيه؟ ده راجل سياسي leading قيادي. يعني ليه دور بارز في البرلمان. عشان كده a leading politician. يعني politician خاص بمين؟ politics. جاي من politics اللي هي السياسة نفسها. أوكي؟ نمبر 3 habit و custom. habit و custom. كلمة habit دي معناها عادة فردية عادة شخصية. الإنسان الوحيد بس يعني الإنسان من نفسه هو بيعملها مش كل الناس بيعملوها عشان كده بسميها عادة فردية. أما custom دي عادة جماعية عادة جماعية. أقول لك مثلا cutting your nails is a bad habit. cutting your nails is a bad habit. في ناس هتلاقي يغلط الوقت بتعمليها cutting your nails. nails اللي هي الأظافر تمام. طول ما هي قاعدة تعمليها cut your nails. يبقى cutting your nails يعني قطع الأظافر ده ماله يعتبر bad habit عادة سيئة. عادة سيئة دي من واحد بس اللي بيعملها. أما custom من عادة جماعية. for example أقول لك شم النسيم is an old Egyptian custom. شم النسيم ده يعتبر Egyptian custom. هذه عادة جماعية المصريين كلها بيعملوها. شم النسيم بيروحوا طبعا in the barks في المنتزهات and eat fish and onions and so on. يقدر يعتبر ايه custom. The custom اللي هي نسميها عادة جماعية. دي الفرق بينها. Number 4 job work career profession. أول حاجة job دي معناها وظيفة. أنا وظيفة. بالتالي ممكن تبقى مفرد ممكن تبقى جمع. يعني ممكن أقولها job ممكن أقول jobs. for example أقول he got a job يعني هو حصل على a job وظيفة as an accountant كمحاسب. اشتغل محاسب يبقى هذا a job يبقى كلمة مفرد اللي هي وظيفة. أما work دي ليها كذا معنى. أول حاجة أقول hard work يعني العمل الجاد. Hard work leads to success. يؤدي إلى success. يبقى hard هنا لا تجمع. وبالتالي ما ينفعش يجي معها إيه ولا أن. خلاص يبقى hard تجمع معنى عمل. تمام صفة عامة. يعتبر uncountable يعني كلمة لا تعد. Hard أو كلمة work also ممكن يقصد بها مكان العمل نفسه. أقول لك where is your father؟ تقول he is at work. He is at work يعني قاعد في محل عمله. في مكانه. He is at work. يعتبر محل العمل. يبقى تاج بمعنى العمل نفسه وتاج بمعنى محل العمل. طيب واحد يقول لي أحيانا بشوف work دي فيها S. Works. أقول لك لو شفتها وفيها S هيبقى ليها معنى تاني. إيه معناها الجديد؟ Works ده معناها مؤلفات أدبية أو أعمال أدبية. ده اللي بيكون يقوم بها الأديب أو الشاعر. For example أقول I enjoy يحيى حقز works. أنا بستمتع به. I enjoy أو استمتعت به يحيى حقز works يعني أعمال يحيى حقي أعماله الأدبية القصص اللي هي كتبها كلها واللي ترجمها أنا بستمتع. يبقى هنا works لما يكون فيها S ده معناها إيه؟ أعمال أدبية. أما كلمة career career ده معناها الحياة المهنية يعني فترة الإنسان فترة عمله الفترة اللي هو بيقضيها في حياته. أقول for example he began his career يعني بدأ حياته المهنية as a lawyer. as a lawyer يعني أول ما ابتدأ
بدأ يعمل إيه؟ as a lawyer كمحامي. يبقى lawyer يبقى career هي يقصد بها الحياة المهنية، الفترة المهنية. آخر كلمة profession. profession دي معناها مهنة، معناها مهنة. المهنة طبعا اللي بتتطلب يكون إنسان معاه مؤهلات خاصة مؤهلات عليا بالإضافة إلى experience إلى خبرة. دي اسمها المهنة. أقول لك ده مهنة إيه ده؟ أقول لك مثلا for example teaching profession يعني مهنة التدريس. teaching profession معناها needs a lot of patience، محتاجة إلى patience اللي هو صبر. الإنسان لازم يكون عنده صبر كبير. يبقى teaching profession بكلمة profession معناها مهنة، شيء من الوظيفة اللي بتحتاج إلى مؤهلات ومحتاجة إلى experience خبرة. بعد كده في عندها poor وزبور، وزيها rich وذا rich، وdisabled وذا disabled. واحد يقول إيه الفرق ما بين poor وزبور؟ يعني فرق جات على ذا؟ أقول لك لا، في فرق بين. إيه الفرق؟ قال لك كلمة poor دي تيجي صفة. تيجي صفة يجي معناها فقير، فقير. جبور معناها فقير. أقول إيه مثلا he is poor، أتكلم عن واحد ما هو ده he is poor، ده رجل فقير. أو أقول إيه على ذلك he is a poor man، poor man رجل فقير. هذه man هنا موصوف و poor تعتبر صفة. يبقى ممكن أقول he is poor على طول أو he is a poor man. زيها بالضبط لو قلت he is rich أو he is a rich man. أما لو قلت the poor هيبقى معناه الفقراء. يجي هنا جمع. أقول for example we should help the poor. we should help the poor يعني يجب أن نساعد الفقراء. كذلك ممكن أقول إيه the rich should help the poor. هنا فيها the من the. يبقى الاثنين دول على الجمع. يبقى the rich should help the poor يعني الأغنياء يجب أن يساعدوا الفقراء. وكذلك كلمة disabled ده معناه معوق، تاج الصفة أو تاج مفرد. أما لو قلت the disabled معناه الناس المعوقين. بكده انتهى درسنا في الجرامة. I hope you enjoy this lesson. أتمنى أنكم استمتعتوا وعرفتوا الفرق بين الكلمات دي. لو في أي تعليق اكتبوا لنا على صفحتنا بتاعتنا وحرد عليكم. Thanks a lot.